لغاية دلوقتي ان ربك لما بيريد حاجة بيسخر لها مليون حد، ومن الشرق ومن الغرب. يعني واحد يسرق ولاد من مدينة السلام، غرام معرفش ساكنة فين، انا اجي اقول لها في البحيرة. الاعداد بتاعنا ساكن في البحيرة، اجي اقول لها يا بنتي شوفي لي حد، تروح لواحد في كافيه قرب الأزبكية يقول لها ده فيه واحد بيبيع أطفال ب300,000 الواحد. فيجي اللي من خاطف من مدينة السلام من النهضة ده معرفش هو ساكن فين، يجيبه لنا الأزبكية وتلف الحكاية ويرجع محمد وعمر لأهل أمهاته. يعني سعيدة جدا ومبسوطة جدا ويعني والحمد لله. يعني كنت بدور على المعلومة ومتضايقة جدا اني مش عارفة هما من دار ايتام ولا فعلا اتخطفوا من دار السلام. طب طريقة خطفهم كانت ايه؟ طب عرفنا دلوقتي الحمد لله طريقة خطفهم كانت ايه من غير الداخلية. ما هو ربك اصل لما بيريد، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. احنا تعبنا واتكلمنا ورحنا ومشاوير وقعدنا كلنا 3 ايام على اعصابنا عشان نعرف نمسك الجناه دول. وعلى فكره كان في حد تاني بيبيع طفلين تانيين زاغ منا، وكان بيشتغل في جهه حساس جدا ان انا اقول بيشتغل فين، بس هنوقعه وهنوقع غيره برضو، لان واضح ان في سكه تانيه كده احنا اكتشفناها. فان احنا نعمل المجهود ده كله في الاخر ما نوعيش الناس ولا نقول لهم معلومه دي كانت حاجه. فبقدره قادر تجي لنا هذه المكالمه محترمه من الام المحترمه ام محمد وابن عم عمر، عشان تقول لنا ان هو كان واقف قدام المحل يوم تراب ومطره، والتنده كانت نازله، فابوهم جوه المحل ما شافهمش، خدهم في ثانيه اجيب لكم عربيه وطياره. من فضلكم من فضلكم لو سمحتوا اتوسل اليكم، تحذروا اولادكم ان لما حد يجي يقول لكم اجيب لكم طياره وعربيه وبتاع، شوف قال ايه، احنا قلنا له لا، خنقنا جامد وخدنا معاه، ما يقفوش مع حد غريب اساسا، ما يتكلموش مع حد غريب اساسا. هم مش المفروض يتسابوا من غير حد بصراحه. يعني طفل 4 سنين و5 سنين واقف في الشارع ما ينفعش. وبقول كده كتير قوي كتير. اتخطفوا منين؟ من قدام البيت. اتخطفوا منين؟ من قدام المحل. اتخطفوا منين؟ من قدام الورشه. طب نعمل ايه؟ نقول لكم ايه اكتر من كده يا جماعه؟ من فضلكم مفيش حاجه اسمها امان، مفيش حاجه اسمها منطقتنا، مفيش حاجه اسمها اصل الدنيا ملمومه وكلنا عارفين بعض. بذبه بتعدي تروح خاطفه الطفل وماشيه وانت مش عارف هي مودياه فين. وزي ما بقول لك مش لازم يتخطف ويكلمك يساومك، لا. الموضه الجديده زي ما انت شايف 300,000 و400,000 في العيل، ولا بقى اكلم واحد ولا يعملوا لي تتبع على التليفون ولا يشوفوا انا فين ولا مباحث تمسكني ولا يعملوا لي كمين، ناخد العيل نبيعهم لاي حد. 600,000 جنيه كانوا هيدفعوا في ولادك يا ام محمد، وهم يسوا 600 ولا 600,000 طن ذهب، يبقى ضفر من ضفرهم انا متاكده. طيب تقرير هناخد ماشي. سمر الو، ماشي اهلا بيكي يا سمر، ازيك؟ اهلا بحضرتك، ازيك؟ الحمد لله كله تمام. انا بحبك قوي على فكره، وماما بتحبك قوي، سلمي عليها. الله يسلمك، ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليكي. بقول لحضرتك حكايه الخطف دي منتشره جدا، وعندنا في السلام بالذات يعني بيخطفوا السلام. بيخطفوا بالتكاتك، بيجيبوا تكاتك ويركبوها ويشدوا العيل من دراع امه وهو ماشي كده لوحده بيخطفه. يا ماما ربنا يلطف بينا. يا رب. انا بشكرك جدا على المعلومه دي. شفتوا قالت ايه؟ بالتوك توك ويخطفوا العيل من امه. خلي بالكم النبي احسن الضنا، ده ما فيش اغلى منه والله، اكبر خساره في الدنيا يعني. ام اسلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. ازيك يا مدام ريهام؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله يا حبيبتي. بصي انا النهارده بشكرك جدا 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 على كل اللي انت عملتيه وبتعمليه، وبقول الحمد لله على السلامه لمحمد وعمر لمامتهم، وربنا يا رب يجعلي كده ابتسامه لكل بيت النهارده بجد، يعني كل بيت بيشكرك.
ربنا انت يخليك كنت يا رب. السبب في رجوعهم قبل ما يتباعوا، ده ممكن يتباعوا ويسافروا بره، ما كانتش هتلاقيهم. في والله كتير قوي يا ممكن مدام يتباعوا ريهام ويسافروا، بيتباعوا يتباعوا يتقطعوا ويسافروا ويتباعوا، انا ما اعرفش الكلام ده. وبيضاع اعضائهم وكل حاجه، يعني هي عشان ربنا بيحبها رجعوا لها اولادها. ربنا يا رب كده يجعلك سبب في كل ابتسامه انت بتبقي ربنا سبب فيها. يخليك، دي نعمة، خليكي اللي يخلي لك ولادك يا حبيبتي يا رب. ربنا يخليك يا وشكرا حبيبتي. لكل الكرو اللي معاكي اللي بيتعب قوي ده، هما دول فعلا ربنا اللي تعبوا، يخليه. انا ما عملتش حاجه خالص. انا بشكرك جدا فعلا مره تانية، انا بشكر غرام جدا، بشكر محمد صلاح، بشكر في ناس يعني ما بتحبش اساميها تطلع فمش هقولها، بشكر محمد راضي اللي ساب مامته في الشارع ونزل على طول راح. كل الناس قعدت الحقيقه في الويك اند، خميس جمعه سبت، ما بتفكرش في اي حاجه غير ازاي ان احنا نوقع الراجل ده. وزي ما قلت لكم كنا في حيره شديده، نكلم البوليس ولا نروح نعمل حلقه؟ لا، فكرنا ان احنا نكلم البوليس فورا طبعا، ان لازم الولاد يرجعوا لاهاليهم، لان احنا كده كده كنا هناخد الولاد من الراجل ونرجعهم لاهاليهم، لكن احنا قلنا ان لازم يتجازى ولازم يجر كل اللي معاه. حاجه يعني عايزه اقول لكم حاجه، المخدرات ساعات اقول ايه، اللي بيشرب مخدرات بيتجه لتجارة المخدرات لأنه بيبقى عايز مخدرات مبررة، لكن خطف طفل وخطف روح وأم وأب ما يشوفوش ابنهم طول العمر حاجة غريبة جدا. أم محمد. نعم حضرتك. أيوة أهلا بيكي، اتفضلي. أهلا وسهلا بيك يا أستاذة ريهام. أهلا بيكي، اتفضلي. بحبك والله العظيم يا أستاذة ريهام، وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب ربنا كل اللي أنت يخليك. بتعمليه يا رب، ربنا وجزاك يخليك. الله كل خير على كل اللي أنت عملتيه. لولا حبكم بالله عليك وسندتكم يا لينا ولا أستاذة، كنا عرفنا كملنا ولا عملنا حاجة. جزاك الله كل خير. بالله عليك انا عندي مشكله والله العظيم يا استاذه اتفضلي. ريهام، ونفسي اكلمك من زمان. انا بقالي 9 سنين وانا مذلوله ان انا مطلقه ومعايا اولادي مش برضه طليق، مش برضه خليني اشوفهم. هو واخد معايا ايه؟ محمد وعمر، واخد محمد وعمر ومريم، و كانوا عايشين معايا من 3 سنين وهما في وخدهم حضانتك مني. يعني؟ لا انا حاليا متجوزه وعندي اولاد، عندي ولدين من جوزي عشان الجديد، كده. مش بيقدر يخليني حتى اشوفهم. كانوا عايشين معايا، كانوا عطوهمني وكان جوزي بيصرف عليهم وكل حاجه، بس هو خدهم مني دلوقتي لو دراع. شرط الوحيد ان انا اتطلق واخرب بيتي، وانا جوزي انسان كويس. هو عايزك تطلقي عشان تشوفي ولادك؟ وقبل كده حكم عليا ان انا اتطلق وخلاني اتطلقت وانا حامل من ابني اللي حاليا مع جوزي ده. انا كنت حامل في 5 شهور واتطلقت، وبهدلني وكان بيضربني. هو مش غريب عني، هو ابني بنت خالتي، بس حارمني ما بشوفش عيالي دلوقتي خالص، وهم قريبين مني ما بقدرش اشوفهم، لو رحت اشوفهم بيضربني هو واهله. طب ارجعي الكنترول لغاده لازم يعني لازم نشوف الموضوع ده ونجيلك ونروح للطرف التاني ونشوف ايه الحكايه، ممكن نعمل ايه. نروح نشوف التقرير ولا ايه؟ تعالوا هستنى طبعا تليفوناتكم والناس اللي منتظرانا على التليفون، هنكمل كلامنا، بس نروح نشوف التقرير اللي جاي. التقرير اللي جاي ايه بقى؟ سي ان محمد وعمر ما كانوش رجعوا لامهم. معانا شابه عندها 21 سنه او 22 سنه حسب ما انا فاكره، اكتشفت وهي عندها 19 سنه انها عايشه مع ناس مش اهلها، وانها اتخطفت وهي صغيره من على البحر في اسكندريه. انا بأشعر وانا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان هي جايه نفسها انها تلاقي اهلها اللي اتخطفت منهم من 22 سنة على البحر. تخيلوا ان النهاردة صبايا الخير ينجح في ان البنت دي تلاقي اهلها اللي بيدوروا عليها بقالهم 22 سنة. البنت دي مشكلتي الوحيدة فيها في ايه؟ ان هي شكلها اتغير خالص، وممكن لو انت ابنك او ضناك او بنتك اتخطفت منك وانت على البحر من 20 سنة، ممكن لما تشوفيها ما تعرفيهاش. عارفين بالظبط الفيلم بتاع عمرو دياب وفنانة مديحة كامل الله يرحمها بتاع بلية واللبس ده ولا اللبس ده، لأنها مش عارفة شكل البنت ولما كبرت بقت ايه. هي نفس الحكاية النهاردة، فعلا حاجة توجع القلب جدا، بس حاجة تفرح جدا لو تعاونتوا كلكم معايا النهاردة، شعب اسكندرية والناس كلها، ان احنا نرجع البنت دي لأهلها. احنا معانا الصورة وهي اصغر شويه، يعني كانت متصوره، هي اتخطفت وهي عندها متهيألي 3 أو 4 سنين، هي متصوره الصوره دي وهي اكبر شويه. انتوا معاكم الصوره دي يا جماعه؟ تقدروا تجيبوا لي صوره فيكس الصوره دي وهي يعني اكبر سنتين مثلا.
هزعلكم دلوقتي، انا بامنكم امانه بجد ان 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 فعلا لو البنت دي رجعت بعد 20 سنه لاولادها اللي اتخطفت منهم على البحر، الله اعلم كانوا بيصيفوا، الله اعلم هم من اسكندريه، الله اعلم الله اعلم، هي طبعا ما تعرفش اي حاجه، لكن البنت وهي صغيره او بعد ما اتخطفت بسنتين هي دي البنت. اتمنى من الله سبحانه وتعالى، ويعني يعني بكل ربنا عالم ان نيتي خالصه لله سبحانه وتعالى، ان البنت دي تلاقي اهلها، لان لو ربنا كاتب الميعاد والتوقيت بعد 20 سنه ان البنت دي ترجع لاهلها من خلالنا، ده هيبقى كرم كبير قوي 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 من ربنا. نفسي قوي في الاجر ده ناخده، نفسي قوي ربنا ينعم علينا بيه وتبقوا انتوا السبب. البنت دي بعد ما اتخطفت بسنتين ثلاثه، مش ساعه ما اتخطفت. ارجو ان الام والاب يكونوا بيشوفونا دلوقتي، ارجو ان حد يكون يعرفهم يشبه على البنت، لان هي اتخطفت اصغر من كده كمان. رجعولنا مرة تانية، هنشوف البنت مع بعض، عندها 22 سنة، وأرجو إن من طريقة الكلام، من كلمة تقولها، من اللبس اللي كانت لابساها، هي بتقول إن اتخطفت وأنا لابسة كذا، أرجو إن احنا نقدر ننجح في ده. والتليفونات على الشاشة، لو أي حد يقدر يستدل على البنت دي يكلمنا فورا. تعالوا نشوف مع بعض. قولي بقى إيه الحكاية؟ انا حكايتي ان انا مخطوفه من اهلي وانا طفله عندي 3 سنين تقريبا. مش عارفك ان انت اتخطفتي. الناس اللي خاطفيني ضربهم واهانتهم ليا واسلوبهم معايا وعدم اهتمامهم بيا وتعاملهم الفرق ما بيني وما بين عيالهم، فعرفت كده. وهم يعني عرفتي ازاي ان مثلا مش متبنيينك خاطفين، فاهمه؟ لا، هم معاهم اطفال كتير، فهم خطفوني وخدوا من اهلي فديه، وانا فاكره الموقف ده كويس جدا. خدوا من اهلك فديه وما رجعوكيش؟ لا، ما رجعونيش. ناس بسيطه يعني اللي هم كانوا فقراء، بس بعد ما خدوا الفديه طبعا ومشيوا بيا على الصعيد، هم خطفوني من اسكندريه وروحوا بيا الصعيد. فطبعا بعد كده قعدوا 3 4 سنين عشان انت فاكره يعني ما اتخطفتي؟ اه فاكره. كان عندك كام سنه؟ 3 سنين تقريبا. فاكره؟ اتخطفت من على البحر. وبعد ما اتخطفت اتخطفتي ازاي؟ قالوا لك ايه مثلا؟ قالوا لك تعالي ولا؟ انا كنت ماشيه على البحر وفجاه لقيت نفسي اختفيت، وصحيت من النوم لقيت نفسي شعري مقصوص. اتخدرت يعني؟ اه تقريبا كده، شعري محلوق خالص نهائيا. بعد كده لما كبرت شويه بسالها، فقالت لي انت تهتي من الست اللي خطفاني، قالت لي انت تهتي من دينا من على البحر، واحنا لقيناكي، واول ما لقيناكي حلقنا لك شعرك ورمينا في البحر. بقول لها كده، يا امي ليه عملتي كده اما كان معاكي سهام ومنى؟ المفروض تعملي لهم زي ما عملتيني. قالت لي لا، انت عشان كنا عايزين نغير وشك. طب تغيري وشي ليه؟ اتهربت مني. فبعد كده جيت في مرحلة الطفولة اللي هي دخلتي مدرسة وكده؟ دخلتها، جيراننا اللي دخلوها لي، لانهم هما ما كانوش عايزين يدخلوني مدرسة. طبعا كانوا بيكسروا رجلي وايديا، خلعوا لي ضرسي بكلبة بتاعت الحلاق، لغاية دلوقتي ما رباش وبعاني منه. يعني انت كنت عايشة معهم ايه؟ بتشتغلي في البيت ولا عايشة معهم ايه؟ انا اشتغل، كانوا بيشغلوني في البيت في تحت البهايم. وكان في الصعيد؟ فين في الصعيد؟ في سوهاج، في المضمر، في قرية المضمر، مركز. أنا محافظة سوهاج، مركز طمة، قرية المضمر. يعني أنت أهلك المفروض في اسكندرية؟ أهلي في اسكندرية، وأهلي ناس أغنية جدا ومبسوطين. مش عارف. أنا لما اتخطفت كان معايا حلق وخاتم، هم خدوهم مني بعد ما كان عمري 5 6 سنين. وبعد ما خدوهم شكلهم إيه الحلق والخاتم؟ الخاتم كان مربع ونازل كده صغير، والحلق كان عبارة عن نجمة. وكنت ماشية على البحر. وانت اسمك فضل هو هو؟ لا، هم غيروا لي. وانت عارفة اسمك الحقيقي؟ ما افتكر. ودي صورتي بعد خطفي ب3 سنين. مش فاكرة اي حاجة عن اهلك؟ لا، انا ممكن افتكر ان انا كنت عايشة. هي المشكلة عارفة ايه؟ ان اهلك لو بيشوفونا دلوقتي مش عارفوا ان انت على البحر. فين خطفتي؟ على انهي بحر؟
هو بحر اسكندريه بس فين ما اعرفش يعني. هم الناس اللي انت وانت ماشيه من عند الناس دي انت مشيتي ولا هربتي؟ انا هربت. هم لما خطفوني راحوا بيا منطقه اسمها الحضره القديمه، قعدوا عند واحد اسمه الحد. الراجل ده مشهور جدا في اسكندريه، ولما حصل ان الراجل اللي خطفني ظهر في التلفزيون وهو بيعرض فاكهه، فاول ما حس ان ممكن اهلي يتعرفوا عليه او كده فراح مروح بيا الصعيد. لما روحوا بيا الصعيد ما راحوش على بيتهم هم اللي بعد كده عشنا فيه، لا ودوني منطقه اسمها النزله عند جده مراته. بس عندك كام سنه ده؟ انا دلوقتي على البطاقه عندي 22 سنه وماشيه في 23 في شهر 6 اللي جاي. وخلصتي مدرسه انا خلصت دبلوم، ادي الشهاده بتاعتي بس بصعوبه. هربتي ازاي؟ انت ايه اللي خلاكي بقى تعترضي؟ انت هربتي من قد ايه؟ انا بالظبط كده ليا 3 سنين هربان. الثلاث سنين دول بقى انت قعدتي لغايه سن 18 سنه قاعده، ايه اللي خلاكي تقرري يوميها انك تمشي؟ اللي حصل اني انا عانيت كتير، اشتغلت عامله نظافه في كانوش بيجيبوا لي لبس نهائيا، رحت اشتغلت في مصنع ملابس قبل ما عشان اجيب هدوم، اشتريت شغل جلابيتين، الجلابيه ب 35 جنيه طبعا روحت بيهم علشان اكمل دراستي اللي هي الدبلوم. طبعا ناس كتير ساعدوني معايا، ممكن اديك عناوين جيراننا اللي هم في النهضه اللي ساعدوني. بعد كده رحت مروحه معاهم الصعيد، جينا هنا في مرحله خلاص خلصت الدبلوم وكده، طلع خدت منهم ملفي وبطاقتي، فروحنا نقلنا. بطاقتك مكتوبه باسم مين؟ باسم الراجل اللي خاطفني. وعمل كده ازاي؟ سجلك ازاي؟ ابو الست اللي خطفاني كان بيقول ان هو الشهر العقاري واسم الشرطه في جيبه. انا مش فاهمه تجيب الناس كلها كل ما اكلم حد يقول لي الشرطه في جيبه ازاي؟ هو معاه ابنه محامي ومعاه ابنه متجوز واحده اخوها وكيل نيابه. بس الناس دي في الاخر هتاخد جزاءها، ما فيش حد بيهرب من القانون مهما عمل. بس يا استاذه ريهام عامة في الصعيد عندنا مفيش حد كله. النهارده لو رحت عملت لهم محضر ما انا رحت اعمل محضر محدش رضي يقبلني، قالوا لي لازم في مكانين، لا تروحي الصعيد قريتك اللي هي المضمر المكتوبه بيها، لا تروحي اسكندريه. مدير امن سوهاج يعني؟ لا هنا الويلي في القاهره في العباسيه. ايه علاقه الويلي بيهم في الصعيد؟ ما انا رحت انا هنا ما اقدرش. لا لازم تعملي محضر في الصعيد. طيب وبعدين هربتي بقى ازاي؟ اللي حصل ان انا بعد ما نقلنا من النهضه رحنا فيصل، فحصلت مشاجره على اكل ما بيني وما بين عيالهم. انا بقول لها يا امي انا جعانه، بقول لي الست اللي خطفاني كده، يا امي انا جعانه، انا شايله لك من الدور الثالث لغايه الدور الرابع على كتفي وانا مريضه، اديني اكل. فراحت درباني. فبقول انت مريضه عندك ايه؟ انا بعاني من عندي الاوعيه الدمويه ما بتوصلش في الدم، ما بيوصلش، كان عندي الكلى، كان ظهري بيوجعني جدا، عندي الام مستمره في بطني، معايا التحاليل. فروحت بعد كده. قاعده فين بقالك 3 سنين؟ انا دلوقتي قاعده مع واحده برعاها مسنه، كنت قاعده مع 3، واحده توفت وواحده سافرت وواحده دي خدتني اللي هي واخداني دلوقتي. انت لما جيتي من الصعيد لقيتي الناس دي ازاي؟ لان انا بعد ما جيت من الصعيد انا قعدت مع الناس اللي خطفني في النهضه، بعد كده نزلت اشتغل. انت هربتي من القاهره مش من الصعيد؟ من القاهره. رحتي على فين؟ رحت قعدت في محطه القاهره محطه مصر. لقيتي الناس دي ازاي بقى المسنين؟ الست كانت في اللي هي الست الاولى اللي توفت دي، كانت نازله من محطه القطر ولقيتني، كنت ماشيه في شهر 2، لقيتني بتنفض ومش معايا هدوم وكده، فبتقول لي مالك يا بنت؟ قلت لها انا ماشيه من اهلي. قبل ليه؟ تعالي اوديك. قلت لها لا دي قصه كبيره ولو عرفتها مش هتاخديني. قالت لي تعالي قوليها لي وانا هساعدك مش همشيك. فرحت حكي لها قصتي، رحت قالت لي بنتي كده خطر عليا،
مسؤولية قانونية. أنا كنت في الوقت ده عندي 19 سنة. قلت لها يعني أنا أعمل إيه؟ خلاص سيبني في محطة مصر. احتلت لي طيب أنا هاخدك وأتولاكي، بس لو لقيت خطر علي همشيكي. فقلت لها ماشي. قعدت معاها فوق 9 شهور، فبعديها توفت. طبعا عيالها مشوني. فبعد ما مشيت رحت بقى قعدت تحت كوب. انا عايزه بس دلوقتي مش مهم اللي حصل، انا عايزه يعني انت قلتي للناس اللي انت كنت عندهم انتوا خاطفيني، قالوا لك اه خطفناكي؟ بنتهم الكبيره اللي هي دلوقتي مدرسه قالت لي احمدي ربنا ان ابويا وامي خدوكي وربوكي. ايوه لا قصدي، مش قصدي، انا قصدي اقول هم اعترفوا انهم خاطفينك؟ اه. ولما طلبت منهم يعني هم معترفين ان انت مش بنتهم؟ اه. هم قالوا لك؟ اه هم قالوا لي. قالوا لك ايه؟ قالوا لك احنا خطفنا؟ قالوا لي احنا مش انت مش بنتنا، واحنا مش هنوديكي لاهلك، وانت تستاهلي كل اللي يجرالك، ولازم تشتغلي عندنا. طب انا دلوقتي عايزه اساعدك، المهم مش مهم اللي فات، المهم اللي جاي. انا عايزه اساعدك انك تلاقي اهلك. عايزه اي حاجه. كنت لابسه ايه لما ضعتي على البحر؟ غير الحلق النجمة والخاتم اللي نزل منه حاجة؟ أنا تقريبا كنت لابسة فستان قط لونه لبني بأبيض، والطاقية لونه، والجزمة لونه، دول اللي فاكراهم. وأنا بس اللي طالبة، أنا رحت المجلس القومي لحقوق المرأة، ورحت لناس كتيرة في حقوق الإنسان، كلهم رفضوني، كلهم قالوا لي ما نقدرش نعمل لك أي شيء. هاتي بس صورتك دي. أبانا أعمل